وللتعليق على هذا الموضوع، استمرار الحراك الثوري والانتهاكات المتواصلة من القوات الحكومية والميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين سيد علي عزيز. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. هناك تلويح من المتظاهرين بالتصعيد رفضا لحكومة علاوي التي جاءت بها المحاصصة الطائفية والحزبية، هل يمكن القول بأنه رد على ما يقولون بأن الثورة في العراق انتهت مع فرض الحظر الذي جرى قبل فترة بسبب وباء كورونا؟ نعم، قصدت أنت يمكن رفضا لحكومة الكاظمي، لا شك. نعم الكاظمي. نعم نعم، طبعا بالنسبة للثورة، هي الثورة عمرها ما كانت هي ضد شخص بعينه. الثورة أكبر من كل هؤلاء الأسماء وأكبر من كل هؤلاء الشخوص التي أتت بها العملية السياسية البغيضة اللعناء. الثورة أكبر منهم. الثورة نهائيا ما كانت هي ضد شخص بعينه، لأن الثورة لا تنظر إلى هؤلاء الأشخاص بعين الثوار، بعين العراقيين، بعين البطولة. كلا، هؤلاء ناس مرتزقة، ناس مأجورين، جابتهم الغزاة، الأمريكان جابوهم، إن إيران مكنتهم بالعراق. فلذلك الثورة هي ليست اليوم راح تنهض من جديد، أو الثورة كانت خافتة أو منخفض صوت الثورة. كلا، اليوم الثوار احنا دائما كررناها ونعيدها، التزموا بالحجر الذاتي خوفا على المجتمع العراقي من انتشار الفيروس. ولذلك اليوم الثورة عادت الثقل الكبير كانتفاضة مجددة، واحنا وعدنا الشعب العراقي بالثورة الكبرى بمليونية الخلاص قريبا. نعم، استمرار حكومة تصريف الأعمال التي يقودها عبد المهدي باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين حتى الآن، سواء في المثنى أو في بغداد أو في غيرها من الأماكن، ألا يؤكد ذلك بأن الحكومات، سواء حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة القادمة، ستنتهج النهج ذاته في ظل عدم وجود من يحاسب أو يسائل هذه الحكومات؟ كل الحكومات المتعاقبة على حكم هذا البلد العراقي تنتهج نفس النهج، لأن هذه الحكومات لا تنظر للعراق وكأنه هو الحاضنة لهم. كلا، وإنما ينظرون للعراق كونه مغارة علي بابا وفتحت لهم، ولا يريدون من العراق سوى ملء خزائنهم بالمال الحرام، بالمال السحت، بالنهب، بالفساد. هؤلاء الحكومات المتعاقبة جميعهم لا ينظرون لهذا البلد إلا من منظار الغنيمة وكيف يتقاسمون هذه الغنيمة. لذلك اليوم نشوف عمليات القمع مستمرة. إحنا يوم أمس عدنا 8 جرحى بقضاء الرفاعي بمحافظة ذيقار الأبية. هذا طبعا كله جاء نتيجة تصعيد أبناء المحافظة، لأنهم رفضوا مقام جديد، مقام فاسد. هذا أبناء المحافظة يعني هم اللي يتكلموا به، ولسنا نحن أبناء بغداد. فأهل مكة أدرى بشعابها، وبالرغم من هذا ضربوهم بالرصاص الحي وأطلق عليهم الغازات، وطينا إحنا 8 جرحى. كذلك بالديوانية، لا يعني ناهيك عن باقي محافظات العراق، إحنا كل يوم عندنا عمليات خطف، عندنا عمليات قتل بالكواتم للناشطين أو المتظاهرين بشكل عام. الحكومات تنتهج نفس النهج، لا فرق بين عبد المهدي والجميع سواسية بالنسبة لنا، نحن ضد عملية سياسية بكاملها. نعم، ثمة تحذيرات جدية من أن استهداف المتظاهرين في ذيقار قد يكون شرارة حريق تمتد إلى مناطق أخرى، لماذا باعتقادكم تصر الأحزاب السياسية والحكومة والميليشيات على الاستمرار في هذا النهج الذي قد يؤدي إلى وصول البلاد إلى حريق فعلي في أكثر من منطقة، وإلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى مثل ما حصل في الشهور السابقة؟ طبعا الميليشيات تمتلك السلاح وتمتلك أدوات القتل وتمتلك القتل المأجورين والسفاحين، هذا وظيفة الميليشيات. فبالتالي اليوم الميليشيات من أبرز مهامها أنه تثير الفوضى بالبلد، لأنه الفوضى هو أبرز ما يخدم الميليشيات حاليا. إحنا نلاحظ اليوم من استقالة عادل عبد المهدي ولحد هذا اليوم، حجم الفساد وصل بكافة المؤسسات الحكومية بالعراق هو ما يعادل 17 عام التي مضت، هذا حجم الفساد الذي وصل. فبالتالي هم مرتاحين لهذا الوضع اليوم وبقاء عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي كونه أضعف رئيس وزراء مر بتاريخ العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة. أما اليوم السيد الكاظمي مع الأسف نراه وكأنما يبدو هو بعد الأضعف والأضعف من عادل عبد المهدي، يملؤون شروطهم حسب هواهم وكيف ما يريدون. يعني حتى نسمع بمواقع التواصل الاجتماعي أنه هذا رئيس الكتلة الفلانية وذاك رئيس الكتلة الفلانية،
صار بيناتهم مجاذبات ويعني سوء كلام بيناتهم وسوء التراشق بالالفاظ صار مع الاسف، يعني هذا حال العراق. نعم. وهكذا وجوه يكلفون لرئاسه الوزراء. نعم. في السياق ذاته رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تعهد بحماية المتظاهرين، يبدو أن المتظاهرين سينتظرون حتى يستلم مهامه ويشكل الحكومة حتى يرون فيما سيستطيع بالفعل حماية المتظاهرين أم لا. هل تتوقعون أن يستطيع ذلك فيما لو نجح في تشكيل الحكومة؟ هذه نكتة، هذه نكتة، يعني نكتة رمضان يبدو كأنما يعني كاظم مصطفى الكاظمي رئيس جهاز مخابرات وإحنا انقتل من عندنا 1000 شهيد، وين القتلة؟ وين يا أخي ذاك اليوم الشاب اللي يرتدي الثوب الأحمر بالبندقية وقتل من عندنا شهيدين بساحة التحرير، كيف يحمي المتظاهرين؟ رئيس جهاز مخابرات أعلى سلطة أمنية بالبلد وطينا 1000 شهيد ويطلعون بكل وقاحة وصلافة يقولون طرف ثالث. رئيس جهاز مخابرات لا يعلم من هو الطرف الثالث أم هو من يتواطأ مع الطرف الثالث. هذه مزحة وهذه نعتبرها نكتة رمضان نحن. نعم. طيب أستاذ علي، أمام كل هذا العنف الجاري نتساءل عن مصير المعتقلين والمختطفين قسرا في ضوء كل هذه المعطيات، ما مصيرهم؟ نحن نسأل هؤلاء اليوم حكام المنفى بالمنطقة الخضراء، نسألهم أين المعتقلين؟ أين المغيبين؟ أين المخطوفين؟ إن تكونوا قد أوقفتوهم بموجب مذكرات قضائية فنريد نعلم مصيرهم. إن كانت الميليشيات المنفلتة التي تابعة، التي هي تتبع لأحزابكم أحزاب السلطة، فكذلك نريد أن نعرف مصيرهم. يعني قبل لحظات حضرتك تكلمت بالريبورتاج عن مصير البطل علي شاسب. علي شاسب وين؟ علي شاسب اليوم صار له، دخلنا بالشهر السادس، علي شاسب مخطوف اليوم. والده سيد شاسب، والد علي، يعني صارت به حاله من الهستيريا، يعني اليوم يعيش وضع ماساوي، وضع صحي صعب. اليوم الرجل ما يعرف ابنه وين، عائلته ما تعرف ابنه وين. يا حكومه انتم، يا رئيس وزراء مكلف انت، رئيس مخابرات، وزير الداخليه انت، وينك من كل هذا؟ احنا بس نريد نشوف، صارت حصره بقلبنا، نريد نشوف رئيس وزراء لابس الزي العسكري، لابس الزي الرسمي وقاعد، نريد نعتبر نفسنا فعلا عندنا وزير داخليه. بالنسبه لنا نحكي الوزير الداخليه، يا وزير الداخليه اخص لحياتك، مارس دورك. وزير داخلية أنت تخاف من قادة ميليشيات؟ مع الأسف هذا يكون حال العراق. نعم، شكرا لك من بغداد عضو اللجنة المنظمة للتظاهرات ثورة تشرين السيد علي عزيز، كنت معنا عبر سكايب.